معانا في الفقرة دي نجمين من اللي ارتدوا الفانيلا الحمراء وكان ليهم دور الحقيقة في الفترة اللي مثلوا فيها النادي الأهلي، وهم من الجنود المجهولة اللي كانوا بينفذوا تعليمات المدرب خاصة في المباريات التكتيكية. يمكن ده بيحتاج لفكر معين. اتنين ساهموا في بطولات الأهلي وعاشوا الأجواء الجميلة دي مع جيل من الأجيال المميزة للنادي الأهلي، كابتن أحمد عادل الجناح الطائر وكابتن عبد الله فاروق نجم خط الوسط. اهلا بيكم مشرفينا وبيتكم الكبير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا رؤى. يا كابتن مصر علي صوتك يا رؤى. حاضر يا كابتن. لا خلاص عايزين منورنا يا رؤى. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. قعدت دول ازاي حبيبي يا كابتن؟ انا سعيد انا موجود معاك النهارده ومع استاذ سهام وعلى اكبر شاشه في الوطن العربي وشاشه النادي الاهلي، ودايما موفقين كده ان شاء الله. شفتوا القناه ازاي؟ لا يعني حاجه جميله ما شاء الله. يعني انا حاسس ان انا فعلا في بيتي، بيت الكبير، بيت النادي الاهلي، يعني في قناه النادي الاهلي في بيتي، في حاسس فعلا يعني اسم بيت الكبير حاجه ما شاء الله. يعني فعلا في البيت الكبير، النادي الاهلي البيت الكبير، البيت اللي احنا اتربينا فيه. يعني كابتن احمد ايه رايك في التطوير؟ لا حاجه ما شاء الله تليق باسم وكيان النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. حاجه مشرفه من مجلس اداره النادي الاهلي مع استاذ ايهاب الخطيب مع الاستاف كله، حاجه تشرف بجد، واجهه مشرفه للنادي الاهلي بقيمته الكبيره في الوطن العربي وفي افريقيا، ودايما كده موفقين باذن الله. حبيبي منورنا. ومعانا تقرير عنكم انتوا الاثنين طبعا من اللعيبه اللي في اعتقادي زي ما قالت سهام في كده لعيبه بتبقى الناس مش عارفاها ومش عارفه دورها كتير في الملعب. انتوا من الرجاله اللي كنتوا موجودين في فتره جميله في النادي الاهلي. نشوف تقرير ونرجع بقى نكمل حوارنا مع بعض. اثنان من اللاعبين المميزين العاشقين للقلعة الحمراء رغم سنوات عمرهما القصيرة داخل أروقة النادي الأهلي، إلا أنهما تركا بصمتيهما القوية الخالدة في سجل انتصاراته ودولاب بطولاته العامر بالكؤوس والدروع والألقاب. إنهما الثنائي المميز عبد الله فاروق وأحمد عادل. البداية مع الظهير الأيمن المتميز أحمد عادل الذي انضم للقلعة الحمراء قادما من الأولمبي في موسم 2006-2007 بعد منافسة قوية على ضمه مع الغريم التقليدي الزمالك، لكن اللاعب كان الهوى الأحمر يجري في دمه فرفض إغراءات الأبيض ولبى دون نقاش نداء مسؤولي النادي الأهلي بعد مكالمة لا ينساها من الأسطورة محمود الخطيب. وانضم أحمد عادل للأهلي بشكل رسمي في موسم الانتقالات الشتوية بشهر يناير عام 2007 ليبدأ حقبة هي الأفضل في مسيرته، حصد خلالها الكثير من المجد رفقة جيل لا ينسى في تاريخ المارد الأحمر من اللاعبين الأفذاذ. ولد أحمد عادل في 7 يناير عام 1984، وكانت البداية مع كرة القدم من العملاق السكندري العريق فريق الأولمبي الذي لعب له في 2005 وحتى 2007 وتألق بشكل كبير في صفوفه ليلتقطه الأهلي. وبعد الرحيل عن القلعة الحمراء في صيف 2008 مثل أحمد عادل عدة أندية هي على الترتيب الاتحاد السكندري والجونة وسموحة ووادي دجلة واتحاد الشرطة والشرقية. أما عبد الله فاروق فهو واحد من نجوم خط الوسط في النادي الأهلي الذين نجحوا بدورهم في نيل ثقة المدرب البرتغالي مانويل جوزي، ويعتبر الناشئ الوحيد الذي تم تصعيده للفريق الأول مع المدرب البرتغالي بعد حسام عاشور. ولد عبد الله فاروق في 19 أغسطس عام 1986، وصعده حسام البدري للفريق الأول بالأهلي وعمره 19 سنة، حيث كان الأهلي قد حسم لقب الدوري موسم 2007-2008 قبل 6 جولات من نهاية المسابقة. ومنح جوزي أجازة ل14 لاعبا من الأساسيين، فاعتمد البدري على الشباب ومن ضمنهم عبد الله فاروق. وبعد ذلك انتقل عبد الله فاروق إلى نادي اتحاد الشرطة على سبيل الإعارة، حيث عاش فترة من التوهج الكروي اللافت ليقرر الأهلي إعادته من جديد في موسم 2009-2010. وخلال مشواره مع الأهلي بشكل عام توج فاروق مع الفريق ب3 ألقاب للدوري الممتاز ولقب في كأس مصر. وعاد عبد الله فاروق للانتقال إلى الشرطة من جديد في 2013 وانضم إلى فريق هلال بني غازي الليبي، كما لعب لأندية مصر مقصة وأسوان والشرقية، وختم مشواره للمرة الثالثة باتحاد الشرطة في يناير 2018.
الحقيقه النجمين اللي مشرفينا النهارده كانوا يعني اكتر ناس بيزوروا القناه قبل التطوير، علشان كده كان لازم نسالهم السؤال ده. والحقيقه ان انا يعني النهارده كمان مهتمه اعرف رايكم النهارده في النادي الاهلي على كل المستويات، في ثوره وفي النهارده يمكن قرارات مهمه جدا. كان في بيان للنادي الاهلي صادر بشان الثلاث شركات المساهمه المصريه الخاصه بالسياحه والخاصه واللي ليها علاقه بكره القدم واللي ليها علاقه يمكن بالمدينه الرياضيه واستاد الاهلي. رايك يا كابتن احمد في البدايه في هذه القرارات والتطوير او عمليات التصحيح اللي بيقوم بيها النادي الاهلي في الفتره الحاليه دي؟ يمكن دي السياسه او النهج اللي ماشي عليه مجالس ادارات النادي الاهلي، مش المجلس ده بالاخص. كان قبله كابتن حسن حمدي وكان قبله كابتن صالح سليم. دايما النادي الاهلي بيمشي وبيحقق النجاحات ومالوش دعوه باي مشاكل ومالوش دعوه باي مهاترات بره. النادي الاهلي مركز في حاجه واحده دايما، كانوا معودينا كده وانا في ناشئين النادي الاهلي، ولما حتى لما انتميت النادي الاهلي في الجيل الذهبي مع مستر مانويل، مجلس الاداره كان معودنا ان احنا على طول احنا بنلعب الاول. مستر مانو والجهاز الفني احنا على طول بنلعب الاول، بنشتغل على الاول، وده النهج اللي بيمشي عليه اي مجلس اداره. اي مجلس اداره بيفكر في كيان النادي الاهلي وفي مصلحه النادي الاهلي وفي اسمه ورفع اسم النادي الاهلي على افريقيا وفي الوطن العربي، بيبقى هو دايما رقم واحد. احنا في اي مجال احنا بنخش احنا عايزين رقم واحد، احنا نحقق رقم واحد، التاني زي الاخير. فان يحصل التطوير دوت في الفتره الاخيره ده مش حاجه مش جديده او مش جديده على سياسه النادي الاهلي وعلى مبادئ النادي الاهلي. فدي حاجه اكيد هتضيف لمجلس اداره النادي الاهلي في تحقيق انجازات مع بطوله الدوري طبعا، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده فعلا. كابتن عبد الله، لا يعني ده اللي احنا يعني زي ما كابتن احمد قال احنا متعودين على كده من وانا حتى انا عندي 9 سنين في النادي الاهلي، متعود ان انا على طول بشوف مفاجآت من مجلس الاداره على طول. بيشتغل في صمت، يعني بيعمل في صمت، بيبقى قدامه هدف بيحدد الهدف اللي قدامه وبيوصل له. يعني بيشتغل في صمت، ما حدش يعرف حاجه وبتاع، وفجاه بتلاقي النادي الاهلي، الاستاد النادي الاهلي، تطوير قناه النادي الاهلي. على طول بنلعب زي ما الكابتن احمد قال، بنلعب على طول مركز اول. يعني احنا على طول بنخش هنكسب، عايزين نكسب، لازم نكسب، عايزين نعمل حاجه لازم نوصل لها. بس الظروف دي النهارده ظروف مختلفه، انت النهارده بتشتغل في اجواء مش صحيه على الاطلاق خالص، وظروف الحقيقه في البعض البعض الكتير اللي بيحاول انه يشتتك او يخرجك عن تركيزك. فدي ظروف صعبه برضو النادي الاهلي بيشتغل فيها في التوقيت الحالي. ما هو ده دي ميزه النادي الاهلي. احنا على طول بنشتغل في احسن الظروف، بنشتغل في ظروف مش كويسه بنشتغل. الناس اللي بتشتتك بره احنا على طول الكلام يعني جوه النادي الاهلي مالناش دعوه باللي بره، احنا لنا دعوه بشغلنا، لنا دعوه باللي احنا عايزين نعمله. اللي عايز يتكلم بيتكلم، اللي عايز يقول حاجه بيقولها، اللي عايز يشتت بيشتت. احنا مركزين في هدفنا، عندنا هدف عايزين نعمله، بنركزين فيه، بنوصل له، بنبدا نشتغل، المجموعه كلها تشتغل، المنظومه كلها تشتغل، من اصغر عامل لغايه رئيس النادي كله بيشتغل في النادي. ده اللي اتعلمتوه وانتوا صغيرين كمان بالظبط. يعني كل الكلام اللي بتقولوه ده هتلاقي كل الناس بتتكلموا اللي هم عاشوا في النادي الاهلي، ان احنا دايما احنا متربيين على كده، ودي عاداتنا ودي تقاليدنا زي ما بنقول، دي مبادئ النادي الاهلي. فده شيء حتى ممكن الناس تقول لك خلاص بقى الكلام ده بقى اوفر بقى مبادئ وبتاع، خلي بالكم الكلام ده بيفضل موجود، الثوابت دي موجوده. ويمكن سام بتتكلم على الشوشره اللي بتحصل دايما حوالين النادي الاهلي، انتوا عشتوها وحاسينها كمان، حاسينها ان انتوا اتربيتوا في النادي الاهلي فعارفين دوت شيء طبيعي، وكمان بتشوفوها من خلال السوشيال ميديا والحاجات الكتيره اللي حصلت للنادي الاهلي. بس ان شاء الله احنا مستمرين، يعني النادي الاهلي مستمر في طريقه. وضع طبيعي يا كابتن هاني ان انت تبقى البطل دايما، ان انت تبقى رقم واحد. انا بالنسبه لي بشوف النادي الاهلي يعني في حته، ومع احترامي لكل انديه مصر في حته ثانيه. يعني النادي الاهلي سياسته وادارته ومبادئه واللي بيبقى ثابت عليها، يعني انا بشوف ان اي حد بيقعد على كرسي داخل النادي الاهلي هو على طول هو عارف هو بيعمل ايه، هو على طول بيطبق المبادئ. يمكن انا بشوف النادي الاهلي عامل زي القطر، اللي بيركب فيه بيفضل مكمل، اللي عايز ينزل منه ينزل هو. لكن النادي الاهلي انا بشوف ان هو ماشي بخطه ثابته، اداراته ماشيه بخطه ثابته. اللي بيميز النادي الاهلي كمان يا كابتن هاني ان مجلس اداره مجلس اداره، اللعيب لعيب، مدير الكره انت لعبت في انديه كتير، يعني انتوا برضو ما لعبتوش في النادي الاهلي كتير. انت لعبت في 9 انديه، 9 انديه برضو. فلقيت يعني مع احترامنا كل الانديه طبعا، لكن الموضوع بيبقى مختلف، علاقاتك مع اللعيبه ومع الجهاز الفني ومع الاداري بيبقى علاقه مختلفه شويه، علاقتك مع مجلس اداره مختلفه شويه. فده زي ما انت بتقول يا احمد ده اللي بيميز النادي الاهلي. بس خلينا نروح لرؤى
وعملت فيه اول ما طلع اول ما جابوا كابتن حسام البدري عملت فيه ايه؟ قول لي يا رؤى عمل لك ايه احمد؟ قول ما تخافش عادي. لا يا كابتن هو يعني لا وانت كمان هتقول لا اول في كان الموسم الاهلي واخد الدوري قبلها بست ماتشات او سبع ماتشات وكان سبع اسابيع فمستر مانو ادى اللعيبه اللي كانت بتلعب معظم الدوري وبتاع دوم اجازه وهو خد اجازه وسافر تمام. فكابتن حسام كان هو تولى المهمه ساعتها يعني طلع حوالي خمس ناشئين من تحت. كنت بقى مين بيدربك تحت ساعتها؟ كنت فريق الشباب؟ كنت فريق الشباب كان كابتن زيزو كان عزام شافي. فاول ما طلعت اول ما دخلت النادي دخلت الاوضه راح احمد عادل قال لي تعالى قلت له يا كابتن قال لي بقول لك ايه؟ قال لي فاضل ست اسابيع قلت له قال لي العبهم قلت له يعني مش عارف لا مش عارف بقى هيرد عليك يقول لك ايه يعني مش عارف اتكلم فايل عبد الله كنت انا متابعه في الناشئين حتى هو بيتمرن كان بيطلع يتمرن معانا بس ما بيلعبش او ما بياخدش فرصه. انت عارف مستر مانويل القليل قوي لما بيعتمد على لعيب ناشئ لكن عبد الله لما كان بيطلع بقاله سنه بيتمرن معانا وبس حته الفرصه ان هو ياخد يلعب بعد ما بنحسب الدوري بتبقى الفرصه اسهل اسهل طبعا. فانا كنت حابب ان عبد الله يخش كنت حابب ان عبد الله ياخد الماتشات وخصوصا الكابتن حسام بدري كان بيحب اللعيبه الصغيره فقلت لعبد الله كمل انت بقى عشان انزل على اسكندريه بقى عشان انا اخد اجازه العب عشان اخد اجازه بالظبط انا هاخد اجازه وانت بقى شيل الست ماتشات بس يعني كانت نقطه تحول يعني الحمد لله فعلا يعني فرقت معايا لعبت ست ماتشات الحمد لله يعني كنت مركز فيهم قوي وربنا كرمني بيهم وكمان السنه اللي بعدها طلعت اعاره الشرطه برده لعبت الموسم كله فالحمد لله يعني ربنا كرمني فيها يعني. بس كابتن احمد عادل برده انت معروف ان انت كنت ما انت اللي اديته السكه انت اللعيبه برده كنت بتساندهم كانت اللعيبه تختار يعني رايك انت في اللبس وذوقك انت مهم قوي بالنسبه لهم ايه حكايه الموضوع ده احكي لنا كده لا كان عبد الله بياخد رايك برده اللي حصل معايا اللي حصل معايا لما طلعت او لما جيت من النادي الاولمبي كان عندي حوالي 19 سنه شفت ده من اللعيبه الكبيره شفت ده من بركات شفت ده من ابو تريكه شفت ده من وائل جمعه شادي محمد مع احترامي لمحافظ الالقاب يعني شادي محمد حضري جيل الدهب عماد متعب شفت ده دخلوني وسطهم ازاي بسرعه يمكن انا اول ما دخلت الاوضه كنت لسه قبل المؤتمر الصحفي وانا في صفقه من النادي الاولمبي للنادي الاهلي شفت ازاي استقبال ابو تريكه ليا شفت ازاي استقبال بركات فعلا يا كابتن هاني لما دخلت اول تمرينه واول ماتش ما حسيتش ان انا لسه جاي فدي يعني وكان في طبعا رهبه اكيد انت داخل برهبه معينه ومنتظر حاجه الاهلي واكبر نادي في افريقيا ولاعيبه كبيره طبعا ومع احترامي لاي نادي برده انت الضغوط وانت بتلعب في نادي الاهلي غير اي نادي تاني الاهداف اللي عندك يمكن لو اكلمك على لائحه النادي الاهلي الفتره دي كانت اللائحه تجيب 10 بونت من 12 يعني 3 مكسب وواحد تعادل بس عشان كمان الناس تفهم انك ممكن ما تاخدش مكافاه ماتشات يعني انت بتلعب نجيب 9 بونت ما ناخدش ولا مكافاه 4 ماتشات مطالب انك تجيب 10 بونت 10 بونت يعني انت لو جبت خلال الاربع ماتشات كسبت منهم 3 واتغلبت ماتش او فمش هتاخد مكافئات الاربع ماتشات اكنك ما عملتش حاجه يعني فكانت لائحه قويه وهي ده الحافز يعني ده الحافز وبيوصل لك رساله او كمجلس اداره النادي الاهلي او مدير الكوره او الجهاز الفني بيوصل لك رساله احنا طموحنا ايه احنا هدفنا ايه عشان كده لما اتكلمت مع حضرتك في اول الحلقه ان فعلا احنا بنلعب على الاول على طول احنا بنلعب على الاول عشان كده لما كنا بننزل اول اي مباراه كنا مخلصها في اول 10 دقائق اول 10 دقائق ربع ساعه دي اللي كانت الفرق بتعاني مننا فيها ان احنا هم حتى لما كانوا بيتكلموا هو اول 10 دقايق لو استنوا هيتذبحوا في بلس 90 يعني لو كملوا للاخر يا في الاول يا في الاخر بالظبط اختار انت يعني لا فالحمد لله حققنا انجازات كتير مع النادي الاهلي وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ومجلس ادارته يعني. طب كابتن عبد الله النهارده بقى واحنا يعني في التوقيت ده بنتكلم طبعا على مباراه الحسم ان شاء الله تكون يوم السبت اللي جاي عايز اتكلم عن الطرق المختلفه اللي بيلعب بيها فايلر والحقيقه النهارده برضو يعني قد يلام فايلر شويه ان هو بيغير طريقه اللعب على حسب المنافس اللي بيواجهه احيانا بيلعب 4 4 2 انت شايف الطريقه دي اللي بيعتمد او الطرق المختلفه اللي بيعتمد عليها فايلر دي في صالح الاهلي ويعني قول لي النهارده فايلر لما بيعتمد الطرق المختلفه ديت بتبقى في صالح الفريق ازاي؟ بصي يعني انا افضل تشكيله شفتها الاهلي او افضل طريقه لعب بيها الاهلي 4 2 3 1 على طول لما بيلعب بيها وبيثبت الفرقه وبيثبت التشكيل بتلاقي شكل النادي الاهلي كويس الاداء كويس بتكسب مستريح
الفرق الثانيه ما بتعرفش انت بتهاجم منين او اللعيبه بتمشي منين او بتروح منين او بتيجي منين، في تبادل على طول في المراكز في الملعب يعني مع اللعيبه كلها. لكن لما بيغير، انا لما في ماتش الزمالك لما لقيته بيلعب بثلاثه نص الملعب انا قلقت شويه، يعني ثلاثه مش متعودين عليها ما لعبناش بيها خالص. الامور ما كانتش بشكل كويس قوي يعني، يعني في نص الملعب عندي ثلاث لعيبه وثلاث لعيبه كبار ولاعيبه كويسه جدا، بس مش يعني مش مرتاحين، مش مرتاحين الثلاثه، مش مرتاحين فعلا. فلا يعني اكتر طريقه بيلعب بيها مستر فايرر 4-2-3-1، لما بيلعب بيها بيبقى شكل الفرقه كويس، الاداء كويس، المكسب بيبقى مريح، تقدر تكسب في اي وقت انت عايزه. ايه رايك انت احمد انت طبعا الجناح الطائر زي ما التقرير قال. الحمد لله. لا انا مستر فايرر عايز اكلمك في نقطتين. النقطه اللي اتكلمنا فيها عمليه مش تغيير الخطه لكن الشكل، الفورمه بتاعت التيم بتتغير شويه. والجزء الثاني انت شايف برضو ناحيه اليمين احمد فتحي، محمد هاني كان عليه ضغوط فترات ومستواه ممكن بيبقى بيتذبذب، يعني المباراه اللي فاتت كان هايل. رايك ايه برضو الجبهه اليمنى للنادي الاهلي؟ والله كابتن هاني انا ما بشوفش ان هاني مستواه متذبذب، انا بشوف ان مستر فايلر طريقه لعبه هي اللي بتظلم هاني، بتظلم هاني حتى في طريقه الدفاع، اللاعب اللي بيلعب قدامه يمكن اكتر من مباراه بتلاقي اتنين لعيبه جايين على محمد على هاني. لما كان بيلعب بثلاثه في نص الملعب لان ما قداموش جناح يعني، قداموش حتى جناح. كابتن هاني لما بيلعب 4-3-3 بيلعب قفشه قدامه، قفشه ما عندوش الملكه دي ان هو يلعب بالزبط. هاف قفشه بيلعب 10 كويس، عشان كده هنا مستر فايلر لازم يلعب بالطريقه اللي تناسب الفرقه اللي معاه، اللي تناسب الفريق اللي بينافس، امكانيات اللعيبه اللي عنده. لكن انت خلي بالك برضه كان في شويه اصابات، يعني خلينا نتكلم بكل امانه انا مقتنع بكلامك لجزء معين، ان ممكن جدا يعني انا كمدير فني او مدرب كنت دايما احب العب 4-2-3-1 بس حسب امكانيات الفرقه طبعا. بس لازم تلعب كمان بطريقه مختلفه، انت ممكن جدا في وقت من الاوقات لازم تلعب براسين حرب على سبيل المثال، في بيبقى في عدله للفرقه، الفرقه متزنه ومعدوله زي بلغه الكوره، وفي حاجه ممكن انت تستخدمها اخر 10 دقائق انت محتاج تجيب جون وعايز تلعب براسين حرب فممكن تلعب فيها. فالموضوع ان هو ممكن جدا الاصابات كانت عندنا، خاصه الاصابات على الاجنحه، يعني كان في احمد الشيخ متعور، حسين الشحات متعور، كان اجايي لعب في الوقت من الاوقات جوه، كان في كهربا موقوف، فممكن دي يكون هو مجبر انه يغير الشكل لحد ما على اساس لما الناس دي ترجع يبقى يبدا يعادل الفرقه تاني. انا بشوف يا كابتن هاني ان هو لو بدا بالسهل او لو بدا ب 4-2-3-1، لكن هو مستر فيلا على طول بيعكس، بيلعب 4-4-2 وبعد كده بيقلب الطريقه ل 4-2-3-1. هنا لما تقلب الطريقه، لما تلعب 4-2-3-1 في اول الماتش، حتى لو حصل ان انت لسه متعادل او مثلا متاخر بجون خسران 1-0 مثلا، اقلب الطريقه العب 4-4-2 يعني ارمي الفرو الثاني اخر نص ساعه مثلا يبدا يشتغل، ارمي الفرو الثاني. لكن هو انا بشوف ان هو بيقلب الايه، بيلعب 4-4-2 او 4-3-3 وبعد كده لما يلاقي الدنيا متكعبله معاه شويه فبيقلب 4-2-3-1، فالفرقه بتفك وبتلعب اللي هي عارفاه او اللي هي متعوده عليه. فمهم جدا ان انت بتعرف امكانيات اللعيبه اللي معاك وفي نفس الوقت بتطبق الطريقه اللي انت عايز تلعب بيها. تمام. كمل لي برده ناحيه اليمين شايفها ازاي اخر يعني؟ لا هاني انا بشوف هاني شايف انه يعني ما شاء الله، يعني هاني كويس. انا على طول بتكلم على هاني ان هو مستقبل الجبهه اليمنى في مصر ومع النادي الاهلي، ويمكن حتى ان هو بياخد مباريات. هاني من نوعيه اللي مهما بيغيب بيرجع بمستواه زي اكنه ما تحسش ان هو بعد. انا بشوف ان هاني كورته مسابقه سنه، يعني كورته عاليه، بيعرف يدافع كويس، لكن انا بشوف اللي بيظلمه طريقه اللعب، اللي بيظلمه ان على طول ما حدش بيساعده في الحاله الدفاعيه. في مشكله شويه ان هو في الناحيه اليمين ممكن ما بيساعدوش شويه طريقه اللعب بتظلمه. بس انت كابتن احمد يعني عصرت مانويل جوزيه والنهارده بتشوف اداء فايلر، قول لي ايه العامل المشترك ما بينهم؟ العامل المشترك ان في اسلوب لعب، في طريقه لعب وفي شخصيه للفريق. يمكن انا بشوف ان مستر فايلر على فترات كبيره جدا هو رجع شخصيه البطل النادي الاهلي، رجع الشخصيه ان مهما هتطلع مثلا فتحي تحط هاني هتلاقي هي نفس طريقه اللعب، فدي بترجع للمدرب او شخصيه المدرب اللي هو بيفرضها على اللعيبه، ان هو في اسلوب لعب معين او طريقه لعب معينه انت هتنفذها. ده كان بيتقال من مستر مانويل دايما، يعني كل واحد وليه وظيفته، كل واحد وليه طريقه لعبه، يمكن كل واحد ليه وظيفه، كل واحد ليه طريقه لعب. انا ما ينفعش اقوم مثلا بدور شوقي، بدور حسن مصطفى، بدور بركات، فكل واحد
ليه طريقه لعب وليه المكان اللي بيحافظ عليه، عشان كده هنا بيبقى فيه عمليه تنظيم داخل الفريق. بس مستر فايلر يا كابتن عبد الله النهارده اول مره يدرب في افريقيا بشكل عام ونجح، وفي وقت قليل جدا عمل انجازات، اخذ الدوري ان شاء الله، نحقق بطوله افريقيا، نص نهائي افريقيا. يعني كلمني برضو عن اكيد يعني فايلر في تحدي، في الأرقام تحديات. كمان ارقام اللي أرقام عملها فايلر ارقام يعني النادي الاهلي دلوقتي ارقام ان شاء الله باذن الله يعمل رقم قياسي في الحصول على بطوله تحديات واجهته. يعني الارقام بتقول ان هو شيء مميز ومدرب مميز. يعني هو كابتن يعني اول مره يدرب في افريقيا بس بيدرب النادي الاهلي، عقليه احترافيه، عقليه اعتقد ان هي قريبه من الاوروبيه شويه. الراجل ارتاح جوه النادي، دخل النادي ارتاح، اتحرك، ارتاح مع مجلس الاداره، ارتاح مع اللاعبين، فبالتالي نجح وحقق الارقام دي كلها، ولسه في ارقام ثانيه ان شاء الله يحققها باذن الله ويعمل ارقام قياسيه جديده. انت لما بتبقى جوه مكان مستريح فيه بتطلع اللي عندك، تقدر تطلع كل حاجه جواك، بتطلعها للعيبه، بتطلعها للجمهور النادي الاهلي، بتطلعها طالما في النادي الاهلي خلاص انت مرتاح، امورك كلها تمام، مفيش مشاكل جالك من بره، مفيش حاجه بتشغلك بره النادي، بره الملعب، فانت مركز في شغلك. فبالتالي زي ما كابتن احمد قال عندك لعيبه كتير موجوده جاهزه، يعني مثلا زي ما هاني مش موجود، فتحي موجود نفس الدور بيأديه، في ناحيه الشمال ايمن اشرف مثلا لما بيلعب مكان علي معلول برده بيأدي نفس الدور. في كل لعيب عنده صفات معينه، عنده ميزه، عنده حاجه في صفه في الملعب، لكن بتلاقي نفس الدور بيتقدم. طب انت يا رؤد لعبت خط النص، قول لنا شايف خط النص النادي الاهلي ازاي؟ بتتكلم دلوقتي على ثلاثه، انا في اعتقادي ثلاثه هايلين، يعني بتتكلم على عمرو السوليه، نتكلم عليه شويه، اصابات مع الطلاق ديانج، وبتتكلم كمان على حمدي فتحي، يعني شايف خط وسط النادي الاهلي ازاي؟ لا يعني انا من وجهه نظري ان الثلاثه دول لما بيقوموا في مستواهم احسن خط وسط في مصر. احسن خط وسط في مصر، يعني مع ديانج ما شاء الله هايل، الحته الدفاعيه بتاعته هايله، بيكمل ورا المهاجمين وبيرجع تلاقيه في وسط المدافعين. عمرو السوليه برده نفس النظام، رجليه ما شاء الله كويسه، بيشوط ممكن حل من الحلول عمرو يجيب جون مثلا بشوطه من بره. حمدي يعني على طول بيجيب جوان بدماغه، يعني قليلين من الديفندرات اللي تلاقيه في نص الملعب بيكمل لحد جوه 18 ويلعب بدماغه يجيب جون ويرجع مكانه تاني، ده قليل قوي مش موجود في مصر كتير. فلا انت عندنا ثلاثه لعيبه ما شاء الله، يعني لو في مستواهم الثلاثه مستواهم الحقيقي انت عندك احسن خط نص في مصر. كابتن احمد انت لعبت في انديه كتيره جدا غير النادي الاهلي، واكيد في يعني مميزات يعني يمكن في النادي الاهلي، ايه اللي بتختلف عن الانديه الاخرى؟ اكيد البطولات، اكيد الانجازات، اكيد الاهداف. يمكن زي ما قلت لحضرتك احنا النادي الاهلي بيلعب الاول، يمكن ما رحت انديه ثانيه الطموح مختلف، حتى طموح اللعيبه، مسؤوليات اللعيبه، طموح مجلس الاداره، كل ده بيبان في اللائحه، في لائحه النادي. يمكن لما رحت نادي الاتحاد بقاعده جماهيريه كبيره جدا، الحافز والطموح ان انا مع زمايلي ان انا اقدر اعمل حاجه، ده اللي كان معودني عليه النادي الاهلي، وده اللي كنت لما بنتمي لاي فريق او بروح اي فريق بحاول ان اطبقه مع زمايلي، مع الناس الكبيره. في فريق يعني لعبت فيه غير النادي الاهلي بتكلم تعتز بيه، بتعتز بتجربتك فيه بعيدا عن النادي الاهلي؟ هو انا في انديه كتير جدا الحمد لله، يمكن انا لما مشيت من النادي الاهلي رحت نادي الاتحاد، كانت تجربه بالنسبه لي، كانت اثبات ذات، وان انا اخترت نادي الاتحاد القاعدة جماهيريه كبيره جدا. طب. من ضمن برضو الخطوات اللي انا لعبت فيها نادي الجونه، كان برضو من احسن فتراتي. يمكن الحمد لله حققنا انجازات كبيره جدا، وانا على المستوى الشخصي كانت الفتره دي من احسن فتراتي، حتى كنت قريب من منتخب مصر. دجله لعبت شويه، في سموحه، فانديه كتير. كل نادي بيبقى الواحد يبقى كل لعيب بيبقى بياخد معاه وهو خارج من النادي حاجه حلوه، خدها معاه ذكرى كويسه، طموح معين. الواحد قليل قوي لما بيفتكر النادي لعب له وقال لك يخرج بيه بحاجه وحشه، يعني الا لو كان في مشكله حصلت مع مدير فني، مشكله حصلت مع لعيب. وخلينا نتكلم بكل امانه، وده يعني قليل قوي لما نشوف لعيبه النادي الاهلي بتنتقل من النادي الاهلي لانديه ثانيه بتعمل مشاكل، وبيحصل اصطدام مثلا ما بين وما بين مدير فني، او صدامه ما بين وما بين اللعيب جوه غرفه الملابس، او بيحصل دوشه كبيره على القصه دي.
فده طبعا اعتقد ده يعني شيء طبعا احنا اتعلمناه من صغرنا في النادي الاهلي. لكن الطموحات بقى، يعني الطموحات وانتوا شايفين ازاي ان شاء الله بطوله الدوري محسومه؟ عايز اخد رايكم في البطوله الافريقيه. الناس قلقانه، يعني خلينا نتكلم بكل امانه، في قلق موجود في عند جماهير النادي الاهلي بسبب شويه اهتزاز اداء في الدوري، بسبب اصابات، بسبب غيابات. فالموضوع ده فترة التوقف كمان ست شهور، يعني انت فترة طويلة، فترة طويلة، والمدرب كمان بالنسبة له أخبارك يا روحة، وتفكر ازاي في مباراة الوداد هتبقى شكلها ازاي؟ بص يا كابتن، يعني احنا على طول متعودين في النادي الاهلي ان احنا في المواقف الصعبة بنبقى موجودين، في رجالة بتبقى موجودة في المواقف الصعبة، في ناس يعني رموز النادي الاهلي كلها بتتجمع جوه النادي مع اللعيبة، بتقعد تتكلم معاها، الجمهور بيبقى واقف في ظهرك مساندك. فاعتقد ان لما انت بيبقى عندك الامكانيات دي كلها او عندك السبورت ده كله في ظهرك، لا يعني الامور بتختلف. يعني بطوله افريقيا بطوله صعبه واحنا محتاجينها جدا والجمهور محتاجها جدا، فلما اللعيبه هتحس بالكلام دوت بالسبورت اللي موجود وراهم، لا اللعيبه بتبقى رجاله في الوقت ده. في شويه قلق زي ما حضرتك قلت، بس لما الصفوف هتكتمل واللعيبه كلها ترجع، لا الاداء يختلف والشكل هيبقى كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق البطوله باذن الله. وليد سليمان، من الاوراق الرابحه اللي دايما بيعول عليها مستر فايلر، شايف ازاي هيفرق واحنا بنتكلم على بطوله افريقيه مهمه كابتن احمد؟ هو انا اللي بتمناه من مستر فايلر ان هو في المباريات دي او بيلعب زمالك، بيلعب في بطوله افريقيا، بيلعب قبل نهائي، بيلعب نهائي، اللي انا بتمناه منه ان هو يعتمد على اللعيبه الكبيره. اللعبة الكبيرة هي اللي عندها خبرات، اللعبة الكبيرة اللي هي مرت على المواقف، اللعبة الكبيرة اللي هي بتقدر تتحمل الضغوط، اللعبة الكبيرة هي اللي بتحس بالجماهير، اللي هو اللي بالنسبة لنا احنا كلنا كلاعيبة واحنا في النادي الاهلي هو اللعيب رقم واحد. اللي انا بتمنى المساندة الجماهيرية للنادي الاهلي، اللي بشوف ان النادي الاهلي الفترة الاخيرة بيواجه سوء حظ كبير جدا في حتة الاصابات، وخصوصا في قلب الدفاع وفي نص الملعب، اصابات كبيرة جدا. بس اللي معودنا عليه النادي الاهلي ان اي بديل هو بيأدي زيه زي الاساسي، فانا بتمنى ان اللعيبه كلها تبقى جاهزه، اتمنى اللعيبه يبقى عندها حتى مسؤوليه الدفاع عن كيان النادي الاهلي وعن بطولات النادي الاهلي، وخصوصا انا باكد الكلام ده موجود. يعني كان معانا لعيبه كتيره من النادي الاهلي موجودين معانا، وانت لعيب كره وعارف، انت ممكن انت تتكلم معايا وتحس ان انت سوري يعني في اللفظ اتهجرت عليا، يعني صح بيتبان في عينك. وانا مع اللعيبه قعدت مع كتير لعيبه، يعني بتحس ان هو بيتكلم كلام كبير قوي بس الكلام مش طال، ما بيطلعش. هم عارفين دي لعيبه صايعه برضه، هم عارفين انا بتكلم على ايه، فاهمه وعي فاهمين يعني. فبتكلم ما كلمه صايعه دي بلغه الكره مش صايعه، صايعه فاهم يعني، لعيب فاهم ولعيب واعي يعني. بحس هو ده اللي طالع من لعيبه النادي الاهلي، اللي يعني رامي كان موجود وكهربا وشناوي يعني وشناوي وسعد، بالرغم ان سعد كمان بعيد وحسين، فتحس لا هم وانتوا عشتوا القصه ديت، يعني عشتوا قصه ان بيبقى في مباريات كبيره وانتوا بتتحملوها، وبيبقى بيتبان في الكلام ما بينكم وما بين بعض يعني. بس مسؤوليه كبيره جدا يا كابتن، مسؤوليه كبيره جدا، وانت بتتكلم في البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا، وخصوصا انت بقالنا كتير جدا ما وصلناش ان احنا نلعب كاس عالم الانديه. فانا بشوف النادي الاهلي طبيعي ان هو يحقق دوري، طبيعي ان هو يحقق كاس مصري، طبيعي ان هو يحقق كاس سوبر مصري، لكن البطوله المفضله والمحببه لجماهير النادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. فبتمنى ان اللعيبه تكون عند حسن الظن، بتمنى السبورت والمسانده من الجماهير، بتمنى ان اللعيبه حتى لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني من النادي الاهلي ما بيكون في احسن حالاته، مهم جدا حالتي انا يوم المباراه طبعا. لكن اي فريق قصاد النادي الاهلي بيبقى عادي جدا، لكن المهم انا كلاعب وكجهاز فني ابقى حالتي يوم المباراه ايه. لو في حاله ال 100% اكيد بتبقى المباراه سهله، فده اللي انا بتمناه، وان احنا نحقق البطوله التاسعه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم، وكلام كتير قوي عن الدوري وحسم لقب الدوري ان شاء الله. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية. أحمد، كنت عايز أسألك على جزئية شخصية مانويل جوزيه في فترة من الفترات، وإزاي أنت طبعا زي ما أنت قلت مر عليك مدربين كتير قوي، أنت كلاعب نفسك إيه يعني شخصية مانويل جوزيه قياسا بالمدربين التانيين؟ أكيد فيها إيجابية وأكيد فيها سلبية،
نعرف برضو بعض الكواليس علاقتك بمانويل جوزيه ايه، وعلاقه مانويل جوزيه بالمجموعه كانت ازاي يعني؟ بص يا كابتن هاني، هو مستر مانويل ليه طابع خاص او ليه شخصيه خاصه، وكيفيه التعامل مع 25 نجم. يمكن الناس كانت بتقول ان انت لما بيكون معاك النجوم دي كلها طبيعي ان انت تاخد دوري، وطبيعي ان انت تاخد دوري الابطال. الموضوع كان مختلف تماما. صعب على اي مدير فني ان هو يقدر يتعامل مع 25 نجم وان هو يقدر يسيطر عليهم. هنا كان مستر مانويل عنده معادله، ومعادله صعبه جدا، ان هو بيبقى شديد جدا وفي نفس الوقت انت بتحبه ما بتكرهوش، لان هو على طول عامل ستريس عليك، عايزك تتحمل الضغوط. ودي انا شفتها منه في اكتر مباراه على المستوى الشخصي. كنت بشوفه بيتعامل مع بركات ازاي، كنت بشوفه بيتعامل مع تريكا ازاي، بيعنفهم في فترات وفترات ممكن يتجاهلهم. هو كان بيعرف يتعامل مع اللعيبه، كان عنده ملكه ان ال 25 لعيب عارف شخصيه كل واحد، بيتعامل هو عارف شخصيه كل واحد وبيعرف يتعامل مع كل واحد بشخصيته، كل واحد بشخصيته. وفي الاخر هو ملم على ال 25 لعيب. يمكن احنا كنا خمسه ناحيه اليمين، كنت اعزم كلمه انا واحمد فتحي وبركات واحمد صديق واسلام الشاطر. كنت تحس يا كابتن هاني ان اي حد بيلعب ما تحسش ان في اختلاف، هي نفس طريقه اللعب. التكتيك اللي بنلعب بيه، يمكن احنا على مدار خمس سنين تحقيق البطولات كنا بنلعب بتكتيك كنا بننفذه في كل مباراه وبنكسب بيه. خمسه في مركز واحد برضه يا احمد، دي معادله صعبه بالنسبه للعيب وبالنسبه للمدرب، انك دايما اعتقد بتنزل بتحاول انك لازم تأدي 100% علشان ده في حد ورايا، لو النهارده انا مش كويس يبقى. فالمعادله دي برضه صعبه ان حد ينفذها بشكل احترافي كده. دي كانت صعبه جدا. ان هو بيلعب بركات باك رايت، يعني انت يعني موجود احمد صديق واحمد عادل واحمد فتحي وموجود اسلام الشاطر وبيقعد كل دول ويقعد يلعب بركات. فهو كان عنده تغييره كده كان بيعملها كل مباراه، اول نص ساعه يلعب بركات باك رايت، وبعد كده لما بنحب نهاجم يقوم مطلع حد من نص الملعب ومطلع بركات قدام ونزل اسلام احمد عادل فتحي. فهو كان بيعرف يتعامل ازاي مع ال 25 لعيب. في نفس الوقت بيبقى خلي عندك شخصيه، لعيب عندك شخصيه، لعيب عندك مسؤوليه، بيقدر يحط عليك ستريس قبل مباراه كبيره او قبل بطولات. كان بيحط عليك ستريس عشان تتحمل الضغوط في المباراه دي عملها معايا اكتر من مره. وفي نفس الوقت انا من ضاف لي حاجات كبيره جدا، ان انا كنت في اول حياتي 19 20 سنه عمل لي شخصيه، عمل لي طموح، عمل لي اهداف. ده مع النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي الحمد لله خلق شخصيه مختلفه. وده اللي برضو اللي بيفرق في الملعب يا كابتن. افتكر انت النهارده عندك المدربين مش بنفس الشخصيه اللي انت بتحكي عنها في الخاصه بمانويل جوزيه، وده اللي يمكن برضو هيوديني للنتائج السيئه اللي بتحصل النهارده في الدوري. انت النهارده كنا بنتكلم قبل الفاصل ان المدرب يعتمد على المتاح بالنسبه لي، يعني النهارده عندك امكانيه اللاعب انت بتشتغل على ده، بس النهارده قليل قوي من المدربين اللي بيشتغل بفكر وطريقه مستر مانويل كابتن عبد الله. ايوه بالظبط. يعني هو مستر مانويل يعني زي ما احمد بيقول الميزه عنده ان انت عندك 25 نجم وبتعرف تتعامل معاهم كلهم وكلهم بيحبوك. يعني لما اجيب بركات من قدام احطه باك رايت ومعايا اربعه بره والاربعه ما بيزعلوش او مش ما بيزعلوش، طبعا اي حد بيزعل او بيتضايق ان هو ما بيلعبش، لكن الاربعه ما بيبينوش الزعل. دي تبقى ميزه كويسه جدا في المدير الفني. مش ما تبقاش موجوده في اي مدير فني. كل مدير فني بيعرف يعني من الذكاء بتاع مستر مانويل ان هو بيعرف تتعامل مع 25 نجم. بتعرف في اي وقت بتطلب اي لعيب بتلاقيه موجود وجاهز وبينزل بيأدي زي اللي كان بيلعب. فدي ميزه ما تبقاش موجوده في كل المديرين الفنيين اللي موجوده. يعني قليل لما بتلاقي، معظم المدير الفنيين بتبقى بتعتمد على 14 15 لعيب في ال 25 او 30 لعيب اللي عندي. فلما بيحصل وقف ولا قدر الله اصابه في مكان معين، الثالث بتاعهم ما بيبقاش بنفس المستوى او بيبقى فيه خلل في الناحيه اللي موجوده فيها الثالث البديل بتاعهم غير مستر مانويل. مستر مانويل لما كان بيلعب اي حد موجود بيجي، حتى لما بيبقى فيه ناشئ بيطلع يتمرن معاهم بياخد نفس الاسلوب ونفس السيستم اللي ماشيين بيه الفرقه. لما بيبقى فيه ناشئ بيطلع مثلا لاعب ماتش او خد 10 دقائق او خد ربع ساعه بينزل بيأدي نفس الدور بالظبط اللي كان موجود. فدي ميزه. طريقه كلامه مع الاولاد اللي طالعين من تحت كانت ازاي؟ يعني انت ساعات كابتن حسام هو لا انا طلعت برضه مع مستر مانويل اتمرنت في بالظبط. انا عايز اعرف طبعا هو
احمد كان بيتكلم علاقته بالناس مش هقول الكبيره لكن النجوم الكبار زي تريكا وبركات ووائل جمعه وعماد متعب في بعض الاحيان بيشد وبيعنف، ودي طريقه تخلي حتى الاولاد اللي طالعين صغيرين ده بص ده بيعمل كده في تريكا، امال انا لو عملت حاجه هعمل ايه؟ علاقتك بايه وتصرفاتهم مع بقى الاولاد الصغيرين كانت عامله ازاي؟ لا بص يا كابتن، انا اول ما طلعت جابني يتكلم معايا، طبعا في نجوم كبار وفي لعيبه كبيره انا يعني بتفرج عليهم في التلفزيون وبتاع، وفجاه لقيت نفسك في وسطهم، فجيت اتكلم ما تقلقش من حاجه وما تخافش وعايزك تنزل تادي، اتكلم معاك في الاول خلاص تمام اوكي، نزلت الملعب خلاص مفيش يعني معلش كابتن ابو تريكه زي عبد الله، ده في الملعب وده في الملعب، ده ليه اخطاء بصلحه وده ليه اخطاء بصلح له، ده ليه مميزات بقول له كويس ده ليه مميزات بقول له كويس، مفيش في الملعب خلاص مفيش، ما بيفرقش خالص يا احمد. يعني ساعات المدربين لما فلان يعمل غلط ويكون كابتن كبير حتى يعني خلاص بيعديها، يعني ما كانش بيعدي حاجه، او ده كان واضح للجميع ان اللي بيغلط مهما كان كابتن فرقه مهما كان كبير مهما كان صغير بياخد نفس العقاب هو. بص كابتن هاني كان مستر مانويل، عامه احنا على طول كنا متعودين ان احنا التمرين مثلا 9:30 الصبح فبنبدا 10، فكلنا بنتجمع 10 الا ربع، ده كان النظام بتاعنا ان احنا كلنا بنقعد على الدكه بره، بيتكلم معانا ربع ساعه من 10 الا ربع ل 10، تحس ان هو كابتن هاني اول ما بينزل المستطيل الاخضر ان هو واحد تاني خالص بره، وقاعد بيهزر معانا ويكلمك عن بيتك ويكلمك عن اسرتك ويكلمك عن الهزار في الملعب، يتحول الضحك والناس اقسم بالله بينزل الملعب تحس مكشر قافش على اللعيبه كلها، يمكن زي ما حضرتك بتقول هو ما عندوش فرق بين لعيب صغير ولعيب كبير، هو ما فيش انا عندي اسم فلان، يمكن مره لفتره من فترات ممكن الناس تتذكر الفتره دي ان كان ابو تريكه مش في حالته خالص، قعد حوالي شهر او شهرين مش ابو تريكه خالص ومش في حالته، وهو كان دايس عليه جدا، وكان ابو تريكه الفتره دي 2006 او 2007 احسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا، ولسه جايب كاس افريقيا للمنتخب 2006 بعد 2006 ضربة الجزاء في 2006، واحسن لعيب في افريقيا، وجابه في التمرين وشده، كان معانا نانو كان ناشئ صغير كان معانا، وقدامي الكلام انا كنت بلعب باك رايت في التقسيمه كده ناحيه اليمين، فجابه قال له شايف نانو ده انت زيك زيه هتلعب اللي انا اقول لك عليه، لكن هتعمل اي حاجه غير كده استحمل اللي يحصل. لقيت ابو تريكه حاجه ثانيه خالص في التمرين، شدد على بركات شدد على الحضري، هو مع اللعيبه الكبيره بيعرف يشد على مين ويعرف يحفزهم ازاي. فانت زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني، لما اللعيب الصغير بيشوف ان هو بيعمل مع تريكه كده مع بركات كده بالظبط، فالموضوع بيبقى مختلف، التقسيمه بتطلع نار، النجيله بتطير، التمرين بيبقى قوي، التمرين قوي جدا، وخصوصا لما بنلعب في كل مركز فيه 3 4 وحضرتك عارف في تنافس، كله عايز يلعب الماتشات، مهيئ ال 25 لعيب ان هم يلعبوا، عشان كده الحمد لله كان في انجازات وكان في بطولات الحمد لله. اهم الانجازات اللي انت تفتكرها كابتن عبد الله، البطوله او الانجاز، المباراه اللي انت لعبتها عمرك ما تنساها، ولا المباراه اللي قدمتك للجماهير برضو يعني تكلمنا عنها كده اللي عرفتك بالناس. لا يعني انا اهم مباراه في حياتي ماتش الاهلي والزمالك، كان اول ماتش ليا في القمه ونازل والاستاد كله متسكر، ده اول ماتش لعبته؟ لا ده اول ماتش قمه، ده الماتش بالنسبه لي عبد الله فاروق بالظبط، يعني اول ماتش في حياتي اهلي وزمالك، وانت نازل الملعب الاستاد كله متقفل، جماهير الزمالك وجماهير الاهلي، فكان في شويه رهبه كده في الاول، بس الرهبه دي تحولت يعني ما اعرفش تحولت ازاي بصراحه، بطاقة إيجابية مش طبيعية. يعني في الملعب حاسس إن أنا عندي طاقة عايز أطلعها يعني مش طبيعية، إصرار إنك لازم تعمل بالزبط. حاجة بالظبط، الجمهور مديك دافع مش طبيعي. فدي المباراة بالنسبة لي لكن الأول مباراة اللي هي بقى مع النادي الأهلي اللي هي أحمد عادل سابها لي اللي أنا ألعب فيها دي هي دي كرم يعني وسابها لك يعني. كنا بنلعب الجيش دي أول مباراة اللي هي مع النادي الأهلي، يعني هي دي كانت نقطة تحول في حياتي الحمد لله. يعني كانت سنة كام؟ كان عندك كام سنة؟ كان عندي حوالي 2008 لا 2008 كان عندي حوالي 18 سنة ونص، يعني داخل في 19. كانت دي اول مباراه ليا مع النادي الاهلي، كانت نقطه التحول في حياتي كلها. وكابتن احمد انا بالنسبه لي كانت مباراه السوبر في كاس السوبر الافريقي في اثيوبيا، لان كانت المباراه دي
كان ليها كواليس معينه حتى بيننا احنا كلعيبه، ان انت عارف يا كابتن هاني في اي تمرين وفي اي قبل بطوله بتبقى التمرينه شده جامد جدا. اللعيبه الكبيره حصل مشكله، يعني حصل مشكله بين 6 أو 7 لعيبه كبيره. حتى احنا كنا لعيبه صغيره، كنت انا وشديد واينو وصديق، اتخضينا وقلنا لا البطوله راحت، احنا يعني هنسافر كمان 3 ايام اثيوبيا عشان عندنا النجم الساحلي وفي كاس السوبر الافريقي. فاحنا كده قلنا خلاص، يعني احنا بالنسبه لنا البطوله ضاعت، اذا كان اللعيبه الكبيره شده كده كده خلاص، يعني اللعيبه مش مركزه. ده علمني حاجه كبيره جدا، ازاي انا افصل، ازاي انا افصل. لما وصلنا هناك في التمرين الفك، كان الكابتن حسام بدري كان مدير الكوره ومدرب عام، وكان مستر مانويل على طول بيبقى على الخط كده واحنا بنسخن، لقيت اللعيبه الكبيره كلها لمت بعض. والحافز بقى والطموح ورزقنا ورزق اولادنا وبطوله وتضاف لتاريخنا وتاريخ النادي الاهلي، وما تلاقي الحضري كده وعماد النحاس كده ووائل جمعه كده. ف احنا بصينا كده قلنا لا، ده في حاجه، في مسؤوليه، حاجه كبيره، حاجه كبيره جدا. ففعلا نزلنا مسكنا النجم الساحلي، احنا الماتش ده لعبنا اكسترا تايم، وانا اللي ما بعتقدش بيه دلوقتي اللعيبه اللي بتعلق شماعتها على الجو، الجو والملعب. لا ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص. ملعب ولا كان في يعني نفس يا كابتن هاني في اثيوبيا، يعني فوق سطح البحر بقد ايه. ويمكن الحمد لله نزلنا، وكانت النجم الساحلي الفتره دي كانت فريق نجم، حاجه محترمه جدا. فخدنا منهم البطوله بضربات الجزاء، وده علمني ان ازاي اللعيبه بتفصل بين المشاكل وبين المسؤوليه وبين البطوله. فده ضاف لي بشكل كبير. انت ليه متسجل على الناس مسجلك على التليفون لقبك احمد عادل برشلونه؟ برشلونه احكي لي بقى القصه دي. لا برشلونه دي مسجل كده على التليفون الناس اللي بتطلبه ليه؟ لا المباراه دي انا كنت رابع واحد هلعب يا كابتن، يعني رابع واحد هلعب، وكان اسلام الشاطر اللي هيبدا مباراه الاهلي وبرشلونه، خلصت عليهم كلهم. ده انا وصلني الخبر، ما انا عارف، ما انا دربتك، قالوا لي ابعد شويه عن احمد عادل، ما تقربش منه شويه بيخلص. انا الجيش ادي عبد الله، لكن برشلونه بركات والله يا كابتن، خلصت على جماعه كانت بتتفتح لي لوحدها سبحان الله يعني. لا كنت رابع واحد هلعب، وفي التراي ماتش انا خلاص فاضل عن ماتش يومين، ورونالدينيو وميسي وايتو. قول لي بقى لما شفت النجوم دي كمان وقابلتها، حاجه كبيره جدا. حضرتك كابتن كنت موجود في في المقصوره صح؟ انا كنت، كان في استوديو تحليلي، كنا استوديو تحليلي. ايوه تمام. ف حاجه كبيره جدا، 120,000 متفرج في الاستاد، و يمكن من في المباراه دي انا بكلم محمد شوقي مش سامعني من صوت الجمهور وانا بنادي عليه في الملعب. انت لعبت ازاي بس؟ قول لنا قصه. ولا بلا ازاي بقى كان قدامي حرجني بره الحته، عمال تنط وتروح وجماهير وبتاع، ما عارفين كان في جماهير. لا هو كان اسلام، انت اسماء كبيره قوي الناس بتلعبها في البلاي ستيشن، انت قابلتهم حقيقي. لا دي نقطه ثانيه، لا انا بتكلم ازاي هو كان نمره 4 ولعب يعني. ده هو اسلام الشاطر كان هيبدا، كان عنده اصابه وكان لسه راجع، ففي التراي ماتش لقيت اسلام هيلعب، فتمام العب. فالاصابه رجعت له تاني في التراي ماتش. فتاني ماتش تاني يوم بركات في التمرين الفك، في التقسيم في ال 5-2 تمرينه خفيفه. حصل له ايه؟ جاله شد في الخلفيه. يا ساتر يا رب. ولسه فقلت خلاص بس هو هيلعبوا صديق، لان في واحد تاني فاضل صديق. جاله ايه صديق؟ لا بركات، انا كنت بقعد مع شادي محمد على طول في الاوضه، فبركات جالي قال لي خلي بالك عشان انت اللي هتلعب. قلت له لا ده صديق موجود، كان صديق الفتره دي بيلعب هاف رايت، يعني هاف رايت وباك رايت. فقال لي لا انا الكابتن حسام بدري كان قاعد معايا وقال لي خلي بالك عشان انت اللي هتلعب. فرحت لصديق الاوضه بصراحه. قلت له صديق انت هتلعب؟ قال لي لا دولا مش عارف. قلت له والنبي اوعى تلعب، اوعى ريح يا صديق، ريح ماشي. جالي معلومه ان انا هلعب. خلاص ما انت وصلت، ما هو كده كده مش هيلعب، ما انت خلصت على بركات. المشكله يا كابتن هاني ان مستر مانويل مسكني في المحاضره ربع ساعه عليا انا بس، محاضره الماتش ربع ساعه احمد عادل بس. رونالدينيو قال لك ايه؟ هيديك كوبري عادي، هيرقصك وهتقع عادي، هيشمسك عادي. انا شايل هم اساسا ان انا العب جنب الكابتن حسام ناحيه البكره، ناحيه البكره. ايوه ماشي. كابتن حسام اي حد بيلعب ناحيته ده يضغط، يضغط كده. ماشي يا كابتن حسام انا هضغط ماشي، بس ده هضغط عليه ازاي؟ لقيت كابتن حسام وانا نازل في الاسانسير قال لي بص يا احمد ده الماتش الوحيد اللي ما تضغطش.
انا بوعدك انا بوعدك انا بوعدك يا احمد عمري ما اقول لك كده والله يا كابتن هادي. قال لي ده الماتش بقى الوحيد اللي مش هقول لك اللي مش هقول لك اضغط لان ده مش عارف هتمسكه ازاي. عملت ايه بقى انت؟ نزلت انا وائل جمعه جالي قال لي بص انا همسكه. قلت له طب ازاي انت دلوقتي انا بلعب باكرايت وهو هيميل ناحيتي انت بقى مع ايدته؟ قال لي لا انا همسك رونالدينيو عشان صور كتير وحاجات الكاميرا عليه اكتر كاميرا عليه اكتر. لا ايدته كمان ما كان مصيبه بس انا وميسي وميسي وتشافي وديكو انيستا قصه ثانيه خالص. انا شفت الماتش طبعا هي الخضه بتفرق خلي بالك والرهبه تفرق لكن كمان كان ماتش حلو يعني كان ماتش جميل. وانت قول لي طب عملت ايه؟ بس هو لا ما حكاش برضو عن اللقب. انت اخذت اللقب برضو منين؟ انا خدت اللقب من احسن كابتن عصام عبده المعلق. يمكن برضو الموقف طريف مع مستر مانويل كالعاده ان هو طلع وشكر فيا وقال ان احمد عادل كان اصغر واحد في الفرقه بس من احسن اللعيبه اللي في المباراه. تاني يوم في المحاضره اللي بقول لحضرتك في الملعب قال لي بص انا طلعت وصيدتك وقلت عليك بس مش ده اللي انا طالبه منك اساسا. فقلت له قال لي يعني اللعب ده تلعبه ليك انت لكن اللعب الفريق حاجة تانية يعني الدفع 70% والتهاجم 30%. هو همدني بصراحة. هو انت كنت طبعا متحمس فبتهاجم كتير بهاجم 70% يعني انت بتلعب بقى برشلونة فعايز تعمل شكل كويس فسألك هو الوضع مش الناس يعني اللعب والناس والشو لأحمد عادل كانت الموضوع حلو لكن لمستر مانويل وتنفيذ للتيم كانت الموضوع. مين اللي قاله لك كابتن عصام ولا كابتن حمادة رحمة الله عليه؟ كابتن حماده امام كابتن عصام عبده عصام عبده. فهو اللي اطلقه عليا في مباراه اسك في ابيجان. يمكن الحمد لله من ضمن المباريات اللي انا من احسن المباريات اللي انا عملتها في حياتي في دور ال 16. ويمكن كان فريق اسك كان قاعد 14 سنه ما بيخسرش على ملعبه يا يتعادل يا يكسب والحمد لله المباراه دي كانت في دور ال 16 في افريقيا. كسبنا 1-0 بجون ابو تريكه. بعد المباراه المواقف مستر مانويل معايا برده من اللاعب المصري في بورسعيد فهو طبيعي ان انا هبدا ده طبيعي بالنسبه لحضرتك بالنسبه لحضرتك ده طبيعي. لا ده هو مشكر فيا ودخل لي الاوضه فطبيعي ان انا هبدا مباراه المصري في بورسعيد. لقيته كان بركات تعب وجاب عبد الحميد حسن معانا 19 فقعد يقول احمد عادل وكان نجم المباراه وخدت لي شويه فكده عشان كده يطلع بره النهارده. ده على طول كده ده مش هتقعد ده انت بره السكور. انا بره خالص بال 19 فانا بحسب احمد عبده ترجم غلط فبقول له عبده هو انا بره؟ فمستر مانويل بيفق يعني فاهمني فقال لي ايزي ادل يار اوت. قلت له اوكي كابتن حسام بدري ما تتكلمش خلاص خد الطلقه واسكت. فكان انا يعني كانت ضغوط بس في نفس الوقت يا كابتن هاني لما بترجع وعايز تخش في الفريق الصفحه واتقفلت فعندك طموحات جديده واهداف جديده اكيد. طب احنا سريعا كده احنا بنخلص فقرتنا سريعا. طموحاتك او كلمه لجماهير النادي الاهلي منك كفاروق ومنك كابتن احمد. اتفضل يا رؤى. كابتن عبد الله اتكلم كتير قوي. عبد الله فورا بقول يا رؤى على طول ان شاء الله اتمنى باذن الله ربنا يكرمنا ببطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. كده كده الدوري محسوم باذن الله. بطوله افريقيا السنه دي تفرح بيها جمهور النادي الاهلي وتفرح بيها لعيبه النادي الاهلي وتبقى بطوله جديده دخلت دولاب النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله السنين الجايه كلها تبقى لينا نصيب فيها بطولات افريقيا والدوري ان شاء الله وكاس وكل حاجه باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد المباراه اللي جايه مباراه صعبه تتوقع ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ اللي انا بتمناه مسانده جماهيريه زي ما معودنا جماهير النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد. اتمنى ان اللعيبه تكون في حالتها يوم المباراه. اتمنى ان يحالفهم التوفيق يحالف مستر فايلر التوفيق في وضع التشكيل المناسب اللي هو يقدر يكسبنا ان احنا نحقق البطوله التاسعه والبطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي وان شاء الله هنحققها. اخفقنا فيها كذا مره لكن ان شاء الله انا متفائل ان احنا هنحقق البطوله دي وان شاء الله نهديها لجماهير النادي الاهلي ولكل محبين النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كمان نهديها ان شاء الله نهدي الدوري لمؤمن. لمؤمن ان شاء الله. دوري مؤمن زكريا ان شاء الله. وان شاء الله البطوله الافريقيه تكون في دولاب النادي الاهلي. يا رب طبعا ان شاء الله. نشكر شكرا جزيلا عبد الله شرفتنا ونورتنا كابتن احمد نورتنا وان شاء الله على لقاء اكيد تاني في بيتكم في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك وشكرا ليك يا كابتن هاني. بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.